كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. سلام يا تونس، ايجا في الظهر انت ظاهر فيك بطلت ماكش ناوي تولي بلاد وفيك مواطنين ودوله وهذوك، ما في بالكش باللي صايره؟ ما سمعتش بعرض البارح في صفاقس؟ ايا لالا تفضل، هاو العرض البارح في صفاقس. ربط الدولة في صفاقس من أمام ناس شخص اللي هي ربط الدولة إلى اليسار الفاشل مجتمع الصرفات إلى الملحدين إلى الشيوعيين إلى جمعيات جمعيات أنا موجودين في صفاقس بعد تمريحة دولة من الجمية ولو أنه الجمية مع الفرج أنا موجودين في صفاقس وحدات. يا حسان يا حسان هاي جابك إلى الشارع يا سلوى يا حسان هاي جابك إلى الشارع يا سيروح يا حسين هاي جابك كل شيء. أنا موجودين سبع عيشوا مرحبا بيكم يبقى على هذا العام على منافسجي يا كلاب يا سبنا يا كلاب أنا موجودين عيشوا مرحبا بيكم. هذايا يا تونس ماهوش مؤتمر أنصار الشريعة 2021 ولا خرجة متاع لجان حماية الثورة المقبورة، هذايا مظاهرة متاع أمنيين. أي نعم، نقابي أمني يخطب في البوليسية يسب في الشيوعيين واليساريين والملحدين والإعلام والمنظمات وكله. ماريناش طيف واسع كما هكا من أيامات أبو عياض الله لا يرحم له عظمة بالمناسبة. آية تونس فهمني توا، كان هذم الأمنيين متاعك من الإرهابيين كيفاه؟ اللي كنا نسمعوا فيها هذه نقابة أمنية ولا جماعة إرهابية؟ تحسهم كان مش شوية حشمة رام كملوا سبوا الطاغوت. بون ولا بالكش يتذكروا اللي هما يقولوا لهم طاغوت هذاك علاش بطلوا حاسيلو. بعد التجمهر والشحن والتحريض شنو يصير حسب رايك؟ تنظير، تكفير، تفجير، تعرفوها الحكاية. أما هذوما بوليسية ما يفجروش، يفشخوا وكهو. وشوف محاسن الصدف، في تلك الأثناء كانت فما جلسة لبعض المتهمين في الاحتجاجات الأخيرة وبرشا مناضلين وجماعة الرابطة متاع حقوق الإنسان مشاو يساندوا فيهم غادي في صفاقس. شيخة شيوعيين ويساريين ومنظمات وجموعة عمرت وسخنت تحب تلقى حاجة تعظها، ولقاو لحمة حسوها طرية بحذاهم. بالوقت تتبدل اللغة ويركح البروغرام. هاي نمشيو المحكمة تيم تشقوا ما قسمع اللي قدام وهذاك اللي صار. زدموا عليهم للمحكمة ودخلوا عليهم فلق فلق. من اللي كانوا مقربين ويحتجوا هزوا كراهب وموتورات لدارة والماتيريال وزدموا يفشخوا في العباد بالمتراك قدام المحكمة. وحدهم لا تعليمات لا والو، عصابة مسلحة ومسيبة في البلاد. وانت ما زلت بلاد تونس وهذه اللي فيك دولة، هذوما مسؤولين. معناه المشيشي هذا اللي شد الداخلية والحكومة والعالم يحس في روحه مسؤول توا ومحترم، وقيس عايد يحس في روحه توا قائد القوات الكليكية سافا. اي كيفاه معناه؟ احنا شكون يحمينا من الحاكم؟ نتصرف وحدنا؟ الله يبارك باهي. يا جماعة اي انتوما اللي تسمعوا فيا، البوليس الدعشوش هذا يجيبولي اسمه والرتبة متاعو وين يخدم، نحب نتعرف عليه. انا من ناحيتي باش نهبلو قضايا وتو تخلط الرابطة والنقابة والشيوعيين والملحدين الكل تو نقوموا معاه بالواجب، في انتظار ان نشوفه كان مازال فما جرد عبد مسؤول على رأس الدولة او ما بقي منها ناوي يعمل حاجة ولا ناويين يطلعوا الكلهم تراتر على بعضهم. زيد باش نطولوها، اما وروسكم رجال ونساء كما قال الشهيد، سنلاحقهم ونحاكمهم ونحاسبهم. برسمك عاود، سنلاحقهم ونحاكمهم ونحاسبهم. زيد عاودها مرة اخرى، سنلاحقهم ونحاكمهم ونحاسبهم. وهنا مع بعضنا